كابتن محمد، عايز اسالك بقى عن الاهلي وفوزه بالدوري السنه دي، وفكره سيطره النادي الاهلي على البطولات في الفتره الاخيره سواء محليه او افريقيه، رايك ايه؟ ده النادي الاهلي نادي بطولات، نادي كبير يعني. احنا طبعا البدايه ما كانتش احسن حاجه طبعا السنه دي، وكان ليه مؤجلات كتير قوي، فانه يعمل انه يرجع كده بالطريقه دي ما يعني مش اي حد يعملها يعني. فرقه كبيره فعلا يعني، من احسن انديه في قاره افريقيا كلها. انا مش اهلاوي بس لا بس يحترم يعني. اهلي عنده مناخ يعني، مناخ مستقر. كنتش تحب تلعب في الاهلي؟ ايه؟ كنتش تحب تلعب في الاهلي؟ لا كنت احب افنش في الاهلي. اقول لك كنت افنش، كنت ابقى شغال اطلع مذيع او شغال في منتخب مصر، هي كده. هي كده. بطل في الاهلي تشتغل في الميديا، في محلل، يا تخش منتخب مصر. لو كنت لعبت عشان نادي كبير، ما تفهمش حاجه محترم سواء هو او الزمالك طبعا يعني، فاهم قصدي؟ بس فبقول لك الاهلي يعني، انت بدايه مش قد مش 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 احسن حاجه، بعد كده كان ليه مؤجلات كتير، الناس كلها كانت متوقعه انه هيخفق فيها، لا فاز بيها كلها، ولعب بيراميدز رايح جاي وكسب. فالموضوع مختلف، عشان ده يعرفك ده نادي بطوله يعني. ده عنده استقرار في الاداره، واستقرار في كل حاجه، والنادي وجمهوره في ظهره، فعشان كده الموضوع مختلف عنده. صحيح.